في إطار سلسلة اللقاءات التقنية التي تجمع الجزائر وموريتانيا، زار الوفد الموريتاني للجمارك المديرية العامة للجمارك الجزائرية لتجسيد أواصر التعاون المشترك بين جمارك البلدين من أجل قمع كل التجاوزات والتهديدات التي قد تطال أحد الطرفين، ولأجل تأمين وحماية الحدود الوطنية للطرفين من أجل التصدي لكل ظواهر التهريب. الجانب المهم وهو تسهيل وانسيابية التبادل عبر الحدود البرية، وفي الحدود البرية كما تعلمون أو الجوية والبحرية منها دور الجمارك دور حساس ومهم، ولهذا نجسد هذا العمل عبر اللقاءات الدورية التي تجريها المجموعتين من الجمارك الجزائرية ومجموعة الجمارك الموريتانية الشقيقة. ناقشنا اليوم سبل التعاون بين إدارتينا خدمة لتشجيع هذه المبادرات بين بلدينا الشقيقين. تعزيز التعاون في مجال التكوين والتدريب هو أهم محور تم التطرق له وفقا لجدول الأعمال المدرج في أشغال اللقاء، كما تم التطرق للأضرار الناجمة عن التهريب لمختلف البضائع المقلدة والمحظورة التي قد تزعزع أمن البلدين. فتح خط بحري وكذا إجراء معرض وفتح مصرف في موريتانيا الشقيقة، وهذا كله لتطوير الاقتصاد في البلدين الشقيقين بما يعود كما قلت سابقا بالفائدة على البلدين. الوفد الموريتاني سيزور المدرسة العليا للجمارك بوهران للاطلاع على مختلف المرافق والبرامج البيداغوجية المنتهجة في التكوين الجمركي على مستوى المدرسة.